دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من دوما كراتية. من كم يوم تلفن أوباما للرئيس الإيراني روحاني. اليوم روحاني طلب من شركات الطيران الإيرانية ترجع تسير رحلاتها على الولايات المتحدة. بالمقابل ما زالت موجات الفكر التعتيري عم ترتفع وتتزايد عنا بلبنان، وبعدها عم بتراهن على ضربة من هون وسقوط نظام من هونيك. لكن الصدمة اللبنانية اليوم اجت من السعودية، منشوف كيف. تيك تك تيك تك تيك تك. وداعا وداعا يا لبنان، وداعا يا سرايا الحكومة، وداعا يا حكومة كلفت بتأليفها، وداعا يا أحبائي. يا اوعى وليد بيك تركني انتحر. يا تمام بيك، ليش بدك تنتحر؟ خلص قطعت الأمل. بعد 6 أشهر انتظار اليوم تأكدت نهائيا اني مش رح اقدر شكل الحكومة، فبدي انتحر. وليش تاليوم تأكد؟ كنت ناطر عودة الرئيس سليمان من نيويورك بعد هالدعم الدولي اللي تلقاها هونيك. قلت يلا يا تمام، انتو الرئيس صار فيكن تطبحوا بضفركن. كان بعد بدنا حبة فيتامين من السعودية، وكنا ناويين ناكل الأخضر واليابس ونعمل حكومة وما نسأل على حدا. لكن السعودية خزلتكن. صح، وأجلت موعد الرئيس سليمان لزيارتها لأجل غير مسمى، يعني بح حكومي بالمدى المنظور. يعني أنا أكلت بوكس ما بعده بوكس وبدي انتحر. مش رح أقبل معك تنتحر. هات القنيني. شو عم تشرب؟ حليب؟ ايه، ما الحليب بيرفع ترجل السريد، والترجل السريد مع الوقت بيسكر الشرايين وبيسبب جلطات. اتركني انتحر. اف انتحارك شو بطيء. اتفضل القنيني إذا هيك. لا خلص، بدك تموتني بسرعة؟ بلكي رجعت السعودية حل حالتها. بدك تخسرني الحكومة ولو يقرد 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 يقرد. تابعونا بعد الإعلان، هل هو مذكر أم مؤنث؟ تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. اكتشاف خطير ما كان حدا منتبه له. اجا العميد كارلوس قدي فجأة وضوى عليه، وهالمرة هي من المرات النادرة اللي بيطلع معه حق العميد قدي. خلونا نشوف عن شو عم نحكي، وبكرة بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا أستاذ أنطوان زهرة. أهلا عميد. أهلا طوني، جاي أسألك سؤال بالأملية وشخصي شوي. تفضل عميد، خذ راحتك. أنت زلمة مش هيك؟ مذكر يعني؟ أنطوان أنا عميد مش أنطوانات، أكيد مذكر ومش مؤنث. طيب عيلتك زهرة مذكر أو مؤنث؟ زهرة منقول هذه الزهرة، مؤنث. لا، فإذا في شي غلط أو في شي مخبى. يا عميد شو عم تحكي؟ طوني أنت اسمك طوني زهرة ما هيك؟ إيه صحيح. طيب ليش زميلك بالمستقبل النيد خالد زهرة دايما بيقولوا له بعد اسمه إنه رجال؟ كيف عميد؟ على طول بيقولوا له جاء النائب خالد زهرمان واجتمع خالد زهرمان وصرخ خالد زهرمان، يعني في شي كيكلوش. شو اللي مش واضح عميد؟ ليش خالد بيقولوا له زهرمان وطوني بيقولوا له زهرة بس؟ هو مان أكتر منك؟ فشر. فإذا ما تقبل من اليوم ورايح إلا بأنطوان زهرمان كرميلك. معك حق عميد، ما كنت منتبه له. أنطوان زهرمان. برافو. وإذا حدا قال لك بدنا نتأكد قل له ها شوفه. لا يا عميد، لك شو عملت؟ هيك بتأكد للمشكشكين. أكد لي لشوف. يلا خجول. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك تك
تك ورا تك تك ورا تك تك ورا تك تك ورا تك 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 تك